لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. فرنسا تخرج عن صمتها وتهاجم الجزائر، حادثة خطيرة لطاقم القناة الثانية دوزيما. أكد الموقع الإخباري الفرنسي مونت أفريكا يوم الجمعة أن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء هو قرار لدولة ذات سيادة وليس للبرلمان الجزائري أي حق للتدخل في هذا المسار. وقد أبدى مونت أفريكا اهتمامه برسالة غير مسبوقة تم توجيهها للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن من قبل فرق البرلمانية الجزائرية، تطالب فيها بإلغاء قرار دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، بدعوى أن مرسوم ترامب حول الصحراء المغربية ينتهك مبادئ الولايات المتحدة بشأن هذا الملف، وأن مغربية هذه الأراضي من شأنها أن تقود حق الشعوب في تقرير المصير. ولاحظ الموقع الفرنسي في مقال بعنوان الصحراء اللوبي العجيب للأحزاب الجزائرية في واشنطن أن الاعتراف الأمريكي هو قرار دولة ذات سيادة وأنه ليس للبرلمان الجزائري الحق في التدخل في هذا المسار، لا سيما أن الجزائر لم تتوقف عن ترديد بأنها ليست طرفا في نزاع الصحراء. واعتبر مونت أفريكا أن القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف لم يكن مفاجئا تماما، فقد أدرجت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة الصحراء ضمن اتفاقية الولايات المتحدة مع المملكة، وذكر بأنه بالإضافة إلى ذلك فإن قرار دونالد ترامب هو أمر تنفيذي رئاسي نشر في السجل الفيدرالي وليس قرارا شخصيا، وتم توزيعه على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كوثيقة رسمية لمجلس الأمن باللغة الرسمية الستة للأمم المتحدة. أفادت مصادر عالمة أن طاقم تابع للقناة الثانية دوزيما تعرض يوم الجمعة لحادث سير على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ورزازات وتبوراحت. وتضيف المصادر ذاتها أن سيارة تابعة للقناة الثانية بمكتب ورزازات كانت تقل الصحفية بعزيزية واثنين من مرافقها، حيث تعرضوا لانقلاب أدى إلى إصابة الصحفية ومن معها بجروح. هذا وتم نقل المصابين صوب مستشفى ورزازات الإقليمية لتلقي العلاجات الضرورية، كما حضرت إلى عين المكان مصالح الدرك الملكية والسلطات المحلية، وتم فتح تحقيق في الحادثة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. نشكركم على حسن المتابعة.